بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة الصف الأول الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع درس جديد من دروس النحو، وهو درس الاسم المقصور. الاسم المقصور عاوزين نعرف فيه، أو المطلوب منه تعريفه، إن أنا أعرف أستخرجه. المطلوب التاني اني اعرف اشتغل على الاسم ده مثنى وجمع. فهنبدأ الاول انا وانتو بتعريف الاسم المقصور. ايه هو الاسم المقصور؟ الاسم المقصور هو اسم معرب. ركز كده في التعريف عشان هنقف عند بعض الكلمات. اسم معرب اخره ألف، ماشي، أو أنا هكتب بطريقة تانية، ياء تنطق ألف، اللي هي أنتوا بتقولوا عليها الألف الإيه؟ اللينة. تمام، ده التعريف. عاوزك بقى تركز في كل كلمة من كلمات التعريف. أنا هعيد لك تاني التعريف وأقول لك الاسم المقصور. اسم معرب. طب يا استاذ يعني ايه معرب؟ قال لي يعني مش مبني. طب انت عارف الاسماء المبنيه؟ ايوه، الاسماء المبنيه اللي هي زي اسماء الاشاره، زي هذا وهذه وهؤلاء. الاسماء الموصوله زي الذي والتي والذين ومن وما. الضمائر زي هو وهي وهما وهم وهن. اسماء الاستفهام مثلا زي من وماذا وإلى آخره. يبقى الأسماء المبنية مش معانا. المقصود ده اسم إيه يا أولاد؟ اسم معرب. اسم إيه؟ اسم معرب. تمام؟ طيب، آخره ألف، ألف عادية، أو ياء تنطق ألف. تمام؟ زي إيه بقى؟ نقول أمثلة، نقول أمثلة. زي كلمة دنيا. كده ده يا أستاذ مقصور. ليه؟ لأن ده اسم آخره ألف. تمام، زي كلمة عصا، أهو اسم آخره ألف. زي كلمة هدى، ده آخره يه تتنطق ألف. زي كلمة كبرى، ده آخره يه تتنطق ألف. يبقى ايه هو المقصور؟ تاني، اسم معرب. اسم معرب اخره ايه؟ الف، او ياء تتنطق الف. ده تعريف. ركز تاني بعد اذنك في التعريف كمان مرة. اسم معرب اخره الف او ياء تنطق الف. وبالتالي أنا هبدأ أسأل وأقول، هل يا أولاد كلمة سعى مقصور ولا لا؟ كلمة سعى مقصور ولا لا؟ طبعا لا. طيب لا ليه؟ لأن يا أستاذ دي فعل، يبقى دي غلط، لأن المقصور اسم مش فعل، يبقى الأفعال مالكش دعوة بيها. طب يا أستاذ هل كلمة هذا مقصور ولا لا؟ هذا مقصور ولا لا؟ هذا برضو لا. ليه؟ لأن هذا اسم مبني، والاسم المقصور معرب. طيب يا أستاذ كلمة إلى مقصور ولا لا؟ لا لا. ليه؟ لأنها حرف والمقصود ده اسم. طيب كلمة الساعي مقصور ولا لا؟ لا. ليه؟ لأن الياء ما اتنطقتش ألف، دي اتنطقت ياء. يبقى إذا سعى غلط لأنها فعل، هذا غلط لأنها اسم مبني، إلى غلط لأنها حرف، الساعي غلط لأن الياء هنا لازمة ياء تنطق ياء. تمام،
يبقى أول معلومة تعرفها، أول معلومة تعرفها تعريف المقصور، عشان لما يجيب لك كلمات اختيارات ويقول لك مين المقصور تبقى أنت عارف المقصور ده اسم ومعرب وآخره إيه يا حبايبي؟ آخره ألف أو يخطط نطق ألف. أدي أول معلومة. المعلومة التانية، المعلومة التانية إنك أنت تعرف تعمل الاسم ده مثنى وتجمعه. ماشي، إحنا هنعمل حاجة، هنقول إنه المثنى وجمع المؤنث السالم. المثنى وإيه وجمع المؤنث السالم، قاعدة واحدة بس الأول. أنت عارف المثنى آخره إيه؟ آه، المثنى ده يا أستاذ آخره ألف ونون في حالة الرفع، وآخره ياء ونون في حالة النصب والجر. جمع المؤنث السالم آخره ألف وتاء. طيب القاعدة بقى بتقول إيه؟ عند المثنى وجمع المؤنث نعمل إيه؟ قال لي نقلب، نقلب آخر حرف اللي هو حرف العلة ياء بس. نقولها تاني، يبقى في الاسم المقصور عند المثنى وجمع المؤنث نقلب آخر حرف ياء، وبعد ما تقلب آخر حرف ياء ضيف العلامة، علامة المثنى ضيف ألف ونون أو ياء ونون حسب الإعراب، علامة جمع المؤنث ضيف ألف وتاء. إزاي؟ نشوف مع بعض. ادي كلمة دنيا، اهي دنيا، حلو خالص. انت عاوز تعمل مثنى، ماشي، فين اخر حرف؟ الالف. القاعدة بتقول اقلبها ايه؟ اقلبها ايه؟ يبقى دنيا يا، يبقى انا قلبت الالف يا، تمام. هتعمل ايه بعد كده؟ ضيف العلامة، هتضيف الف ونون عشان المثنى فتبقى دنيا يان، أو تضيف ألف وتاء ياء ونون عشان برضو المثنى في النصب، يبقى مرة ضفت ألف ونون أو ياء ونون، أو تضيف ألف وتاء يبقى دنيا ياء. يبقى أنا إيه اللي عملته يا أولاد؟ كل اللي أنا عملته إن أنا قلبت الألف دي، وبعد ما قلبتها إيه؟ ضفت علامة المثنى ألف ونون، ضفت علامة المثنى ياء ونون، ضفت علامة الجمع ألف وتاء. ناخد مثال تاني، ناخد مثال تاني. بصوا كده لكلمة كبرى، ده اسم مقصور كبرى، أنا عاوز أعمله مثنى يبقى كبرايا. إيه اللي أنا عملته؟ قلبت الألف دي ألف، دي مش دي ألف، قلبت الألف دي بس. هبدا بقى اضيف علامة المثنى يبقى كبريان، وكبريين، وكبريات. يبقى ايه اللي احنا عملناه؟ كل اللي احنا عملناه ان احنا قلبنا الحرف الاخير ده ياء وضفنا الف ونون ياء ونون الف وتاء. نقول القاعدة تاني مع بعض، عند المثنى وجمع المؤنث، عند المثنى وجمع المؤنث نقلب آخر حرف ياء، نقلب آخر حرف ياء ونضيف علامة المثنى ألف ونون، علامة الجمع ألف وتاء. ماشي، القاعدة دي هتنطبق على أي حاجة إلا إذا، إيه بقى يا عمي إلا إذا؟ إلا إذا أنت عندك كلمة ثلاث حروف. كم حرف؟ ثلاثة، والألف مرسومة ألف، والألف مرسومة إيه؟ ألف. الحالة دي بس، الحالة دي بس اقلب الألف واو ما تقلبهاش يا. إزاي يا أستاذ؟ طيب يبقى إحنا هناخد قاعدة كده جانبية ونقول إيه؟ ونقول لو الكلمة ثلاث حروف، كم حرف؟ ثلاث حروف، والألف مرسومة ألف، ألف كده،
والالف مرسومه ايه؟ الف. نقلبها نقلبها واو. يبقى لو الكلمه كام حرف يا اولاد؟ ثلاثه، والالف معموله ايه؟ الف. الحاله دي بس اقلبها ايه؟ واو. مثال، ادي كلمه عصا. عصا بقى دي كام حرف؟ قال لي ثلاثه. طيب والالف مرسومه ايه؟ الالف. يبقى انت هتقلب الالف ايه؟ واو، وتضيف علامات المثنى والجمع. يبقى عصا و، يبقى عصا و اهي، عصا و ويل اهي، عصا و. تمام. طيب مثال تاني، علا، علاوات، علاوات، علاوين. نجمع بقى انا وانتوا كده القاعده مع بعض، المثنى وجمع المؤنث نعمل ايه؟ نقلب اخر حرف ياء. يبقى دنيا، دنيا يان، دنيا يين، دنيا يات. كبرى، كبرى يان، كبرى يين، كبرى يات. يبقى عند المثنى وجمع المؤنث بنقلب اخر حرف ياء الا اذا، الا اذا الكلمه ثلاث حروف والالف مرسومه الف، اقلبها لي واو. عصا، عصا و، وان. علا، علوان. طيب انا افترض حاجه، افترض ان انا عندي بنتين، ركز كده، عندي بنت اسمها ندى، هتقول لي ندى يا استاذ بتتكتب بليه؟ هقول لك انا حر يعني، بنتي وهسميها زي ما انا عايز. عندي بنت اسمها ايه؟ ندى. وعندي بنت اسمها ندى، الاثنين هم، ادي ندى وادي ندى. عاوز اجمع الاثنين دول جمع، عاوز اجمعهم ايه؟ جمع مؤنث سالم طبعا. نعمل ايه بقى؟ كم حرف؟ ثلاثة. الألف مرسومة إيه؟ ألف. القاعدة بتقول إيه؟ لو ثلاثة والألف مرسومة ألف، اقلب الألف واو. يبقى أنت هتقول ندى و، وان، هنجمع ندوات، قلبنا الألف واو وضفنا ألف تاني. اجمع بقى ندى دي، لا طبعا دي كده مرسومة إيه؟ يبقى هتتقلب بيها عادي، يبقى ندايات. يبقى القاعده بتقول ايه؟ عند المثنى وجمع المؤنث يا اولاد نقلب اخر حرف ايه؟ ياء، الا لو كم حرف؟ ثلاثه، والالف الف، الحاله دي بس اقلبها لي هم. طيب ماشي، نروح الى جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم، عند جمع المذكر السالم، عند جمع المذكر السالم نعمل ايه؟ قال لي نحذف اخر حرف اللي هو العله، اللي هي الالف. نحذف اخر حرف اللي هو مين؟ الالف. نحذف الالف. يبقى ها المثنى وجمع المؤنث قلبنا اخر حرف ياء. طب المذكر حذفنا اخر حرف خالص، حذفنا اخر ايه؟ حذفنا اخر حرف. مثال، ادي كلمة الاعلى ايه؟ عاوز اجمعها. هو جمع المذكر يا اولاد اخره ايه؟ جمع المذكر اخره واو ونون او ي ونون. حلو، ادي الاعلى ايه؟ انا هعمل ايه بقى؟ يبقى انا هشيل الحرف الاخير ده، يبقى هكتب ايه بقى؟ الاعلون. ايه اللي عملته؟ شلت حرف العلة الالف الاخيرة دي وزودت واو ونون، او الاعلين اهي. بس مع ملاحظه حاجه بقى، ايه بقى الملحوظه؟ لو انت جمعت مذكر سالم واو ونون ياء ونون، اللي قبل الواو والنون واللي قبل الياء والنون لو شكلهولك فتحه، فتحه، قول الاعلون مش الاعلون، قول الاعلين مش الاعلين. مثال تاني، ناخد كلمه الارقه، عاوز اجمعها جمع مذكر يا اولاد، نعمل ايه؟ يبقى هنشيل الحرف الاخير ونحط واو ونون او ياء ونون، يبقى الارقون
أو الأرطين. بس كده نجمع بقى قاعدتنا تاني، نجمع قاعدتنا تاني من الأول. ركزوا معايا، الاسم المقصور عند المثنى وجمع المؤنث السالم هتقلب آخر حرف ياء وتزود العلامات، إلا لو ثلاث حروف والألف ألف اقلبها لي واو. عند جمع المذكر السالم هتحذف آخر حرف وتزود واو ونون أو ياء ونون. طيب كويس كده؟ بص بقى، الاسم المقصور عندي فيه ملاحظتين كده مهمين. الملاحظة الأولى إن الاسم المقصور يا أولاد لما بتيجوا تعربوه بتعربوه حسب موقعه، عادي فاعل مفعول خبر مش فارقة، بس لما تيجي تعرب وانت بتعرب هتقول بحركة مقدرة، يعني هيترفع قول بضمة مقدرة، هيتنصب قول بفتحة مقدرة، هيتجر قول بكسرة مقدرة. طب ناخد مثال بص لي كده بعد اذنك، لما انا اقول كده حضرت هدى، حضرت ايه؟ هدى. ورأيت علا، وسلمت على مصطفى. حضرت هدى ورأيت علا وسلمت على مصطفى. طبعا انا عندي كده هدى وعلا ومصطفى، عاوز اعرف اعرف حضرت هدى فاعل مرفوع بالضمه المقدره، فاعل مرفوع بالضمه ايه؟ المقدره. طيب ورأيت علا، رأى فعل والتاء تاء الفاعل، يبقى علا مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة، ماشي. وسلمت على مصطفى اسم مجرور بعلى وعلامة الجر الكسرة المقدرة. ها يبقى الاسم المقصور لما تيجي تعربه هتعربه حسب موقعه عادي زي ما يكون، بس في الرفع قول فاعل قول مرفوع بضمه مقدره، في النصب قول منصوب بفتحه مقدره، في الجر قول مجرور بكسره مقدره. دي كده اول ملحوظه. الملحوظه الثانيه اللي انا عاوز اتكلم عنها، خد بالك بقى ركز في المعلومه اللي جايه دي عشان دي مهمه جدا. لما انا اقول انت الأعلى خلقا وأنا طلبت منك تعمل حاجة في جملة زي كده، طلبت منك إنك تجمعها مذكر، اعملها لي جمع مذكر، وطلبت منك إنك تعملها جمع مؤنث، يبقى أنا عاوز العبارة دي يا أولاد مرة جمع مذكر ومرة جمع إيه مؤنث. طب يا أستاذ جمع المذكر نعمل إيه؟ قال احنا قلنا ان في جمع المذكر بنعمل ايه في الحرف الاخير؟ بنشيله، يبقى احنا هنحذف الحرف الاخير ونزود العلامه واو ونون او ياء ونون، لو هو مرفوع واو ونون، ولو هو منصوب او مجرور ياء ونون، ماشي. يبقى احنا هنيجي هنا ونحذف الحرف الاخير ده ونزود، انت ده مبتدا والاعلى خبر، خبر مرفوع يبقى المفروض بالواو ايه والنون، يبقى انتم الأعلون خلقا. تمام، هي سهلة، أنتم الأعلون إيه؟ أنتم الأعلون خلقا. تمام زي الفل. طيب نيجي جمع المؤنث، أقول للطالب إيه؟ قول لي أنت الأعلى خلقا، اعملها جمع مؤنث. وممكن يقول لي أنتن الأعليات. لا ركز بقى في الملحوظة دي قوي. الملحوظة بتقول إيه؟ عند التحويل من المذكر إلى المؤنث
هنحول منين لمنين؟ من المذكر للمؤنث. نحول افعل الى فعلة. خلي بالك الكلمات اللي على وزن افعل دي مذكر، اعلى ارقى ادنى اسمى افعل مذكر. طب انت عاوز تعملها مؤنث، ما ينفعش تبقى افعل تتعمل مؤنث زي ما هي كده، لا ده انت لازم تحولها الاول لصيغه فعله. يبقى اعلى مثلا دي تبقى ايه؟ تبقى عليا. ارقى تبقى رقيه. طيب استنى، يعني انا عشان اجمع الاعلى دي جمع مؤنث ما اجمعش دي، غلط. لازم الاول تنقل الاعلى دي لايه؟ العليا، ده المؤنث. وبعد ما تنقل الى العليا تشتغل بقى على دي. طيب العليا دي احنا هنجمع مؤنث، جمع المؤنث كنا بنعمل ايه؟ بنقلب اخر حرف ياء، يبقى انتن العليا ياء. هي الكلمة فيها ايه؟ وانا قلبت الالف ياء، وبعدين اضيف الف وتاء، انتن العليات. خد بالك من المعلومة دي. انا جايب لك الجملة مذكر. انا بقول لك اعملها مؤنث، ما تشتغلش على دي، هتجيب وزن فعلة. طيب بص لي كمان. في ناس ما بتعرفش تجيب وزن فعلة، انا اقول لك على حاجة تعمل بيها وزن فعلة. بص، مش دي الاعلى ايه؟ المذكر. انت عاوز تنقلها للمؤنث. شايف الالف همزه دي؟ شيلها ووصل وخليها الف وصل ورا كده، يبقى ال عليا. واحده ثانيه، ادي الارقى يا عم، الارقى. عاوز تجيب منها المؤنث، شيل الالف دي، يبقى الرقيا بالشكل ده. طب ناخد مثال ثاني عليها عشان ناكد المعلومه دي. لما انا اقول هو الأدنى، عاوز أعملها جمع مذكر وجمع مؤنث. جمع مذكر أشيل دي وأزود واو ونون، يبقى هم الأدنون أو الأدنين حسب الإعراب. هنا طبعا الأدنون عشان الإعراب. طيب أنا عاوز أعملها جمع مؤنث، يبقى هن. طب قبل ما أشتغل المؤنث لازم أنقل وزن أفعل يا شباب زي ما قلنا إلى فعلة. طب الادنى يبقى مؤنثه ايه؟ اشيل الالف همزه دي واوصل ال دم يا هنا بقى، يبقى انت هتجمع دي، مالكش دعوه بدي. الالف دي تتقلب ياء، يبقى الدم يا يا، وازود الف وت يبقى الدنيا يات. يبقى ايه؟ الدنيا يات. كمان واحده، هو الاسماء، عاوز يعملها مؤنث، يبقى هن. احول الاسماء الى ايه؟ اشيل الالف همزه دي، يبقى السمياء، واقلب الالف بقى ياء، يبقى السميات. بس كده يبقى احنا قلنا ما يتعلق بالمقصود. اراجع تاني بقى في تلخيص سريع. ما هو الاسم المقصور؟ هو اسم معرب يعني مش مبني. اسم معرب يعني ايه مش مبني؟ اخره ايه؟ الف، او ياء تنطق الف، زي عليا، زي كبرى، زي صغرى. عند المثنى وجمع المؤنث بقلب اخر حرف ياء وزود الف ونون، ياء ونون، الف وتاء. طيب الا اذا كانت الكلمه ثلاث حروف، كم حرف؟ ثلاثه، زي علا، زي عصا، بقلب الالف واو. عند جمع المذكر السالم بحذف اخر حرف وزود واو ونون او ياء ونون. الملحوظتين، الملحوظه الاولى الاسم المقصود نعلمه بحركات مقدره، مرفوع بضمه مقدره، منصوب بفتحه مقدره، مجرور بكسره مقدره. طيب الملحوظه الثانيه، لو انت عندك كلمه على وزن افعل زي الاعلى الادنى الارقى، وقال لك اعملها مثنى مؤنث او جمع مؤنث، تنقل الاول وزن افعل لفعله، انقل الاعلى للعليا والارقى للرقيه والاسمى للسمية، واجمع وسني بقى الرقيه والعليا، يبقى العليايان والعليايين والعليايات. الارقى حولها للرقيه، الرقيايان والرقيايين والرقيه. بس ده كده كل ما يتعلق بالاسم مين؟
بالاسم المقصور. تعالى كده اخد معاك تدريب صغير، بص لي كده بقى. النقطة الأولى، قال تعالى: قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. بيقول لي حدد لي الاسم المقصور في العبارة، هل هو عليها ولا على ولا غنمي ولا أخرى؟ طبعا الاسم المقصور هو كلمة أخرى، لأن دي حرف ودي حرف ودي غنمي، هي غنم والياء دي ماليش دعوة بيها، غنم. اتنين، هو ذا الفجر فقومي ننصرف عن ديار ما لنا فيها صديق. ذا دي ايه؟ بص يا اولاد، ذا في النحو حاجة من الاتنين، يا اما من الاسماء الخمسة اللي هي ذو وذا وذي بمعنى صاحب، يا اما ذا اسم اشارة لو بمعنى هذا، يبقى لو جاي بمعنى هذا اسم اشارة. فانا هنا في العبارة دي هو ذا الفجر فقومي ننصرف، هو هذا الفجر ولا هو صاحب الفجر؟ لا طبعا هو هذا الفجر فقومي ننصرف، عشان كده زادي هنا وقع اسم ايه؟ اسم اشارة. السؤال ثلاثة بيقول: ان الاقارب الادنين احق بالرحمة. ان الاقارب الادنين احق بالرحمة، هو بيقول ايه؟ ان احنا جمعنا دي جمع مذكر، دي كده مجموعة جمع مذكر، ايه اللي حصل؟ حدد لي ما حدث من تغيير. حضرتك المفروض حفظ القاعدة انه جمع المذكر احنا بنعمل ايه فيه؟ احنا كنا بنحذف الحرف الاخير الالف وبعدين بنضيف علامة الجمع، يبقى ايه اللي حصل؟ هل حذفنا الالف مع اضافة علامة الجمع، ولا اضفنا علامة الجمع بس، ولا قلبت الالف ياء؟ لا، هو ده جمع مذكر، يبقى جمع المذكر ده بيعمل ايه؟ بيحذف الحرف الاخير ويضيف العلامة، عشان كده الاجابة بتاعتك الف. اربعة، قال الشاعر: وسميته يحيى ليحيى، وسميته يحيى ليحيى. ما تحتوي خط يحيى دي ويحيى دي، الاتنين اسماء مقصورة ولا هم مش اسمين مقصورين خالص، ولا الاولى بس هي اللي مقصور ولا التانية هي اللي مقصور؟ وسميته يحيى ليحيى، طبعا يحيى الاولى ده مسمى شخص، يحيى ده اسم مقصور، اما يحيى التانية دي يا اولاد دي فعل، يبقى اذا واحدة بس هي اللي مقصور، يبقى الاجابة جيم، الاولى هي اسم مقصور. خمسة، هاتان شجرتان، عاوز يحط مقصور للكلمات دي، طبعا دي الاسم المقصور من الكلمات دي هيبقى كلمة كبرى، وانا عاوز اسني، طبعا ده مبتدأ وده خبر، وده هيبقى كبرى دي نعت، نعت مرفوع، يبقى المفروض بالالف والنون. طب الاسم المقصور لما بسني بعمل ايه؟ بقلب دي ياء وزود الف ونون، يبقى معناها انها كبرى يان، يبقى الاجابة تحت جيم. ستة، أنت الأعلى قدرا، هحول الجملة مثنى، خلي بالك هو ما قالش مثنى مؤنث، هو قال مثنى بس، مثنى بس يبقى حالتها الأعلى دي مذكر، الأعلى دي إيه؟ مذكر، تمام، يبقى أنتما أنا هسني هعمل مثنى، مثنى بقلب الحرف الأخير ياء، خلي بالك الحاجة الوحيدة اللي بتحذف الجمع المذكر أي حاجة اقلب الحرف الأخير ياء، يبقى الاعلى يا وزود الالف والنون عشان هي خبر، يبقى انتما الاعليان، يبقى الاجابه دال. سبعة، وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار، المصطفين طبعا لما يكون كلمه جمع بجيب مفرده، يبقى مفرده مصطفى، يبقى مصطفى دي ايه يا اولاد؟ دي اسم مقصور. اذا امتحن الدنيا لبيب، لبيب يعني حكيم او عاقل، هو مين اللي بيختبر مين؟ هو اللبيب هيختبر الدنيا، يبقى اللبيب ده فاعل، يبقى الدنيا مفعول، بس هي مفعول منصوب بفتحة ظاهرة ولا فتحة مقدرة؟ لا، احنا عارفين ان الاسم المقصور يعرب بحركات مقدرة، عشان كده الاجابة بتاعتك دال. اخر حاجة، كن الاسمى خلقا بين الناس، كن الاسمى خلقا بين مين؟ الناس. طيب قل لي
الجملة دي لو أجمعها جمع سالم، جمع سالم يعني جمع مذكر سالم عشان الاسم مذكر. طب جمع المذكر بيعمل ايه يا اولاد؟ جمع المذكر بيحذف الحرف الاخير ويزود علامة الجمع. طب علامة الجمع يا واو ونون، يا ياء ونون. واو ونون لو مرفوع، ياء ونون لو منصوب، يبقى انت هتعرف كن الاسمى، كن انت الاسمى، يبقى الاسمى دي خبر كان، خبر كان منصوب، يبقى المفروض بالياء والنون. يبقى انا هشيل الحرف الاخير حرف العله وازود الياء والنون بتاعت علامه الجمع، تمام؟ يبقى كونوا الاسمين خلقا، يبقى الاجابه د، كونوا الاسمين خلقا. ده كده الاسم مين؟ الاسم المقصور، ادي اهو اسم معرب اخره الف زي كوبرا ودنيا، أسني بقلب آخر حرف ياء وزود ألف وتاء أو ألف ونون أو ياء ونون، إلا إذا كان الاسم تلات حروف، الألف ألف بقلبها أهو زي عصا عصوان وعصوات. جمع المذكر السالم بيحذف، يحذف الحرف الأخير ويزود واو ونون وياء ونون زي الأعلى الأعلون والأعلين. الاسم المقصور بيتعرب بحركة مقدرة رفع ونصب وجر. الملحوظة دي إذا جاء الاسم مذكر على أفعل وأنت هتعمله مؤنث اقلب أفعل لفعلى، زي أنت الأعلى نقول أنتما العليين للمؤنث وأنتن العليين. كده يبقى إحنا وصلنا لنهاية الدرس، ده درس الاسم المقصور، وإن شاء الله بعديه نشرح الاسم المنقوص بإذن الله. أسأل الله لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.